دلوقتي برضو نشوف أخبار القطاع في المواقع والصحف، ونفسي خلال الفترة الجاية كل الصحف وكل المواقع تدي وتفرد مساحة أكبر لكل القطاعات الناشئين الموجودة في مصر، إن فعلا الحمد لله مصر عندنا مواهب كتيرة لازم نسلط عليها الضوء. ما ينفعش يكون خبر عابر أو خبر منشط بس، لا لازم نقول تفاصيل ونقول أسماء علشان نعرف الناس كلها كل النجوم الموجودة في مصر في الناشئين. هنروح دلوقتي لأول خبر موجود معانا. عبد الرحمن يشيد بسداسية شباب الأهلي أمام وادي دجلة. كابتن عادل عبد الرحمن المدير الفني ل 97 شباب أول الأهلي فاز على وادي دجلة بنتيجة كبيرة 6-1. ما شاء الله ماشيين بخطة ثابتة من بداية الموسم. أول مباراة فوز على الإسماعيلي 5-1، تاني مباراة على المصري 3-1، على وادي دجلة 6-1، وآخر مباراة كانت مع حرس الحدود 0-0. ما شاء الله مقدمين أداء رائع ومتميز، وما شاء الله ماشيين برضو بخطة ثابتة مع كابتن عادل عبد الرحمن. تاني أخبارنا، أحمد الشيخ يشارك في فوز الأهلي 97 على وادي دجلة، نفس الخبر الفوز 97، لكن النهاردة سياسة بقى أن ممكن حد من الفريق الأول ينزل ويشارك ويجهز أكتر خلال فترة جاية مع فريق الشباب، ودي حاجة كويسة جدا من أحمد الشيخ أن هو عايز يكون جاهز عشان إن شاء الله مع مستر كارتيرون خلال الفترة الجاية لو خد فرصة يكون جاهز ويثبت نفسه ويقول أنا موجود. نزل أحمد الشيخ ونزل محمد شريف ونزل محمود الجزار ونزل أحمد ياسر ريان، حتى شفنا تألق محمد شريف برضه في مباراة النجمة اللبناني ومع أول نزوله وبيحرز هدف للنادي الأهلي في مباراة النجمة اللبناني في البطولة العربية، فدي حاجة كويسة بالنسبة لكل اللعيبة عندنا في الفريق الأول اللي نزلوا مع فريق شباب الأهلي. عندنا 100 هدف بدوري الجمهورية للشباب مواليد 97 بعد الجولة الرابعة، 100 هدف في دوري 97. طبعا النادي الأهلي ليه نصيب الأسد من كل الأهداف دي، عندنا 14 هدف للنادي الأهلي أحرز منهم يوسف علاء هدف الفريق 3 أهداف. عندنا برضو حاجة من ضمن الأخبار لازم نقولها، زي ما قلتها لكم في الحلقة اللي فاتت قلنا كان عندنا 7 لاعبين من فريق 2001 راحوا انضموا مع الكابتن ربيع ياسين، مع بداية المعسكر انضم 13 لاعب، وانا قلت لكم ان شاء الله فريق 2001 مش هينضم 7 بس، لا هينضم اسماء كتيره، ان فعلا النادي الاهلي فريق 2001 من الفرق المميزه. حابب اقول لكم الاسماء تاني بالنسبه لمواليد 2001، عندنا حمزه علاء وعاصم سليم حراس مرمى، عندنا محمد اشرف ومحمد مغربي ومعاذ انور في خط الدفاع، عندنا في خط الوسط عربي بدر ويوسف عثمان وطه محمود واحمد نبيل واحمد اشرف وشادي رضوان في خط الوسط، عندنا الهجوم عبد الرحمن علي وعندنا محمد سلامة. ده بالنسبة لكانت لآخر أخبارنا.